واد ورقة على مستوى الطريق ديال تاونات، فاس تاونات على مستوى المدخل ديال جالاز، كتفوت المدخل ديال جالاز كتلقى هاد واد ورقة بحال ما هوك. الطريق ديال تاونات هي هادي، الطريق اللي كتجي من فاس من هنا. الناس عندهم صنانار هنا، واش كيكل الحوت هنا ولا ما عرفت باش كيصيدوا. لا كاين الحوت بالله، كان سمعوك يتحرك. هذا واد ورقة، هذا كيهبط من الفوق، هذه الجماعة ديال جبابرة وقيل. كاين الحوت والله، حتى كاين كيتحرك بالله، هاد السيد كيصيد بالصنارة هنا. شفت شي تفلت من هنا؟